الأخبار من ATV العدالة وفيها مشروعات إعادة التأهيل من الارتباط البيئي إلى حماية البيئة، تمديد مجارير الأمطار من صباح الأحمد إلى البحر لتقليل نسبة المياه المتراكمة، الجمعية الطبية تدين الاعتداء على طبيب العدان وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية، 18 مركزاً رمضانياً لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ضرورة مطالبة هيئة البيئة بنقل الإشراف على كافة المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه المختص قانونياً. وأوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت مدى تعارض اختصاص نقطة الارتباط البيئي مع اختصاص صندوق حماية البيئة، وأكدت اللجنة أن القانون الخاص بحماية البيئة يسمو على قرار مجلس الوزراء، وعليه أصبح لزاما على الهيئة تحمل مسؤوليتها والمطالبة بنقل الإشراف على كافة المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة كونه المختص قانونيا. أعلنت الهيئة العامة للبيئة أنه سوف يتم تمديد مجارير الأمطار في منطقة صباح الأحمد مباشرة إلى البحر، وذلك لتقليل نسبة المياه المتراكمة حول المنطقة. وكانت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قامت بجولة في مدينة صباح الأحمد برفقة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد، تم خلالها النظر في الحالة البيئية للمدينة ومجاوراتها من البحيرات التي تسبب بها موسم الأمطار الماضي، وكذلك مخرجات محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وأشارت العقيل إلى أنه سيتم تمديد خطوط مباشرة من قبل وزارة الأشغال العامة لخزانات المياه التابعة للهيئة العامة للزراعة، ومن ثم استغلالها في ري الحزام الشجري المجاور للمنطقة. استنكرت الجمعية الطبية حادثة الاعتداء على طبيب بقسم الحوادث في مستشفى العدان من قبل أحد المراجعين ونجله، مؤكدة على أن مثل هذه الاعتداءات توجب إجراءات رادعة لوقف هذه السلسلة المتكررة على الجسم الطبي. وشدد رئيس جمعية الطبية أحمد العنزي على أن الجمعية لن تتنازل أو تتهاون عن الحق القانوني بشأن الاعتداء على الجسم الطبي في ظل وجود قانون قاصر وغير رادع، وأضاف أن دور الجمعية لن يكون مجرد استنكار، بل ستلحقه إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، مما بدأ ينتج عنه أجواء غير آمنة للكادر الطبي. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة تجهيز 18 مركزا رمضانيا بمحافظات الكويت الست، إضافة إلى المسجد الكبير الذي وضعت له خطة متكاملة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك. وقال الشعلة أن الأوقاف ممثلة بقطاع المساجد أعدت 1187 نشاطا مختلفا ومتنوعا ما بين المحاضرات والدورات العلمية والمجالس الفقهية والمسابقات الرمضانية والخواطر والدروس الإيمانية، إضافة إلى استضافة 90 قارئا وإقامة 35 معتكفا موزعة على المحافظات الست. أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تنظيميا لقطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية يهدف إلى إعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الإكتواريين. وقد حدد القرار شروط الخبير الإكتواري بأن يكون حاصلا على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الإكتواريين بلندن أو إدنبرا أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية، إضافة
إلى مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الخبير الإكتواري، سواء من حيث شهادته العلمية أو عدد سنوات خبرته، بما يضمن للشركة تصميم المنتجات التأمينية وإجراءات الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات وفقا للأسس الإكتوارية المتعارف عليها عالميا. فاز المقر الرئيسي لمبنى وزارة التربية الجديد بجائزتين على المستوى المحلي ومستوى دول مجلس التعاون الخليجي من جوائز ميد بالتعاون مع المشرق لفئة المشاريع الاجتماعية والثقافية والتراثية لعام 2019. وكشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين أن مقر التربية الجديد يستلهم فكرة تصميمه من البوم، مشيرا إلى أن جوائز ميد تقيم المشاريع بالأخذ في الاعتبار عدة عوامل أهمها الابتكار والاستدامة والتأثير الاجتماعي والتصميم والتنفيذ والهندسة والصحة والسلامة. توقع خبير الأرصاد الجوية عادل السعدون سقوط الثلج على بعض المناطق إثر تأثر البلاد فجر غد الأحد بمنخفض جوي قد يتسبب في هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة مع هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية.